العدوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: ثم انتقل يتكلم على من يتأبد تحريم نكاحها، فقال: ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. زاد في الموطأ: وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. شخص لاعن زوجته، عارفين اللعنة، أقسم 5 أيمان على أنها زنت، ثم بعد ذلك قال: أنا كذبت عليها، كذبت عليها في هذا وهي بريئة، ماذا نعمل معه؟ الشيخ هنا جاب لنا 3 أحكام. الحكم الأول أنه يجلد. حد إيه يا مشايخ هنا؟ حد القذف. ها؟ حد القذف. أيوه، ثبت أنه قذفها. طيب، الحكم الثاني أن الولد إذا كان في بطنها ولد فإنه يلحق به. نعم. يعتبر ابنه. الحكم الثالث أنها لا ترجع إليه أبدا. يعني يتأبد تحريمها إيه؟ عليه. وكذلك أي مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة الملاعنة الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها. بالصورة الثانية في من يتأبد تحريمها، شخص عقد على امرأة في عدتها ثم وطئها في عدتها، أصبحت محرمة عليه. والواقعة دي حصلت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. فأتي بهما ثم بعد أن ضربهما ضرب تأديب ثم فرق بينهما وقال: هي محرمة عليك أبدا، وعليك عدتين، عدة تكملة العدة الايه؟ الأولى، ثم عدتها من مين؟ من الزواج الثاني، الزواج الباطل الثاني. سواء كانت عدة وفاة أو طلاق ولو رجعيا، ويطأها في عدة شرط عشان التحريم المؤبد. بس هو الواقعة دي حصلت مرة تانية في عهد سيدنا علي، كان فيه مخالفة في الحكم، سيدنا علي فعلا فرق بينهما وأدبهما ضربهما، لكن لم يجعلها مؤبدة تأبيدا ايه؟ تأبيد تحريم. لم يجعلها محرمة تحريم تأبيد. ده المخالفة بين حكم سيدنا عمر وبين فعندنا الإمام مالك أخذ بإيه؟ برأي سيدنا عمر بالتحريم المؤبد، ولم يأخذ برأي سيدنا علي. ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم تحريما ايه مؤبدا. والمشهور تأبيد الحرمة كمان، والقبلة ونحوها كالوطئ بشرط وقوع ذلك في العدة، يعني هو لم يدخل بها لكنه قبلها، لامسها، تلذذ بها في غير دخول او في غير وطء. قال: ما دام حصل ذلك بعده فان ايه؟ ايضا تحرم عليه تحريما ايه؟ فاعطى القبلة ونحوها حكم ايه؟ الوطء. كذا في المختصر، مختصر الامام خليل. وظاهر كلام الشيخ مين؟ ايوه،
وظاهر كلام الشيخ أنها لا تحرم بذلك. منين خد الكلام ده الشيخ أبو الحسن؟ ها؟ خده من إيه؟ الشيخ يعني نص على أنه الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطاعها في عدتها واقتصر على هذا. نعم. ها؟ الشيخ ابن أبي زيد قال إيه؟ الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطاعها في عدتها. نعم. معناه ما دون الوطء لا يأخذ حكم الإيه؟ الوطء. أهو. ها؟ نعم ايوه ايوه ولا نكاح جائز لازم لعبد ولا لأمة الا ان يأذن السيد، فلو تزوج العبد بغير اذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار السيد، ان شاء امضاه وان شاء فسقه بطلقة بائنة، لانه ادخل على ملكه نقصا. العبد هينشغل بعروسته وربما يقصر في الخدمة، ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد، وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار، فإن عتق العبد تبعته بما أخذه السيد. يعني إذا كان مثلا ده 100 جنيه وربع يعني اقتصر ربع دينار يبقى تطالبه بالباقي. وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا يعقد نكاحها فالمشهور أن حكمها حكم العبد، إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسقه، وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال، بل يجب الفسخ اتفاقا. والفرق بينه وبين العبد أن السيد أهل للعقد على نفسه بخلاف الإيه؟ شوف الكلام. ها؟ ها؟ ايوه العبد. مش عارف انا معايا قلم ولا ادنى. ايوه. العبد. مع انهم بيقولوا الطباعات القديمة يعني اجود في التصحيح والمراجعة، لكن ما تعرفش يعني. ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر اضداده فقال: لا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة. اما الاول من شروط الولي وهو الذكورية، فشرط اتفاقا لازم يكون الولي ذكر. فالمرأة لما لم يجز ان تعقد على نفسها كان عقدها على غيرها من النساء احرى. واضح اظن؟ اذ لا يجوز سواء كان المعقود عليها بكرا او سيبا. وظاهر كلام الشيخ انها تعقد على الذكر برضو. خلي بالك اهو ليه ظاهر كلام الشيخ انها تعقد على الذكر؟ ها؟ لانه يقول اهو امرأة ولا عبد لم يتعرض ذكر فاذا كان في حجره ولد صغير اهو. وظاهر كلام أن تعقد على الذكر، وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير في حجرها. والفرق من ثلاثة أوجه ذكرناها في الأصل. إيه الفرق بين كنت تعقد على الولد الصغير في حجرها ولا تعقد على المرأة إذا كانت يعني كافلة لها أو كانت تتولاها؟ إيه الفرق بينهم؟ هنا الشيخ جايب في الناقل من الأصل، كلمة الأصل لما يقولها الشيخ معناه كتاب التحقيق اللي هو يعني ناقل اللي اختصروا في هذا الكتاب.
أولا الأول أن الصبي أهل للعقد على نفسه بعد البلوغ، هذه ميزة تميز بها عن مين؟ عن المرأة، لا قبل البلوغ ولا بعد الايه البلوغ. نمرة اثنين أن الصبي قادر على رفع العقد إن كرهه بعد بلوغه برضه. ثالثها أنه لا ولاية عليه في طلب الكفاءة، وليس كذلك الايه الأنثى. دول ثلاث فوارق عشان بيرجح بيها كون المرأة إذا كان في جريها ولد صغير لها الحق أن تعقد إيه له عقد نكاح على امرأة. وأما الثاني وهو الحرية، فالعبد ومن فيه بقية رق لا ولاية له إلا المكاتب في أمته، فإنه يتولى إيه عقد نكاحها لأنه أحرز نفسه بالإيه بعقد الكتابة. وأما الشرط الثالث وهو الإسلام، فلا ولاية لكافر على مسلمة. يعني إذا كانت بنت الكافر أسلمت وتريد أن تتزوج، هل له ولاية عليها؟ ليست له ولاية عليه. طيب، لكن بنته إذا كانت يعني ذمية وأراد مسلم أن يتزوجها، فهل له أن يكون وليا عليها؟ نعم، من حق أن يكون إيه وليا عليه. ازاي؟ لا، ما هو ذمية وجاء مسلم ليتزوجها، فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ ابوها الكافر. ابوها الكافر لا ولاية عليه. اي كل ما في الامر انه هو بدل ما هو محمد محمود يبقى فلتس ولا اسمه. ولا يجوز ان يتزوج رجل امرأة ليحلها، اي يقصد ايه أن يحلها لمن طلقها ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار. تعرفين التيس اللي هو إيه؟ ذكر المعز. المعز، أيوة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. ثم قال: لعن الله المحللا والمحلل له. رواه الدارقطني والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. القضية دي المالكية لهم يعني شدة فيها، مش شدة يعني، أخذوا بظاهر النص بظاهر الحديث. نكاح التحليل كون إنسان يتزوج امرأة ليحلها بزوجها الأول الذي طلقها، ليس هذا نكاح رغبة، إنما أتي بشخص عشان ينام معها ويسيبها، زي أنت ما تودي البقرة بتاعتك للعجل بتاع فلان عشان عشان يعشرها، ولا مثلا تودي السخلة بتاعتك ولا الشاة عشان توديها الجدي بتاع فلان عشان ما فيش فرق بين كده. هو القضية دي كانت موجودة في عهد الصحابة وظهر ظهورا بينا، سيدنا عمر كان شديد فيها برضو. كان واحد غلبان وهدوم مقطعة، بس يعني شاب يعني عنده قوة. واحد كان طلق امراته ثلاث طلقات، فقال له يعني لك مبلغ كده هو، نام معها ليلة الصبح اطلق فرصة.
فصاحبنا تزوجها ودخل بها في الليل، الست انبسطت من مين؟ من صاحبنا الغلبان الفقير. ما تعرفش بالليل خيطت له هدوم ولبسته اياها، طلع الصبح باشا بنين من البيت. فصاحبنا قالت له شوف ان قال لك طلق الا تطلق. ها فصاحبنا جه قال له اتفقت هذا ما ينفعش ما يصحش، ده بيقول حرام. فشكاه الى مين؟ الى سيدنا عمر. سيدنا عمر ايد راي هذا الزوج الثاني على استمساكه بايه؟ هي اعجبت، قال اعجبتني، قال خلاص استمر عليها. النية ابتداء ما تبطلش؟ لا احنا عندنا النية تبطل، لكن هو اصلا في مذهب الشافعية وفي رواية عن ابو حنيفة على ان هذا الزواج ما فيش مشكلة ما لم يشترط في العقد انه يتزوجها ليحله. اذا كانت النيات في القلوب بس من غير ما تذكر في العقود ما فيش مشكلة. احنا يعني لا نذهب مذهب المتشددين، فاذا كان مذهب هو زي مذهب الشافعية وهو مذهب مشهور ومعروف وراء جواز هذا ما فيش مشكلة. احنا برضو يعني مع التيسير، مع التيسير بس برضو مع تحقق شرط الايه؟ ألا يكون هناك وجد شرط للإيه؟ شرط أنه للتحليل، نكاح التحليل. إنما إذا قال له خد جواز عشان تحللها بطل على جميع المذاهب. لكن إذا كانت النيات في القلوب معروفة ولكن لم يذكر هذا في العقود، وده يعني مذهب الشافعية بصفة عامة في كل العقود، حتى في العقود حتى في عقود البيع. يعني نعم، عندهم ما دام لم يذكر في العقد لفظا او كتابة ما فيش مشكلة فيه. يعني في قضية مشهورة كنا تعرضنا لها زمان، وهي شراء العنب لأجل تصنيعه خمرا. معروف فلان الفلاني ده راجل عنده مصانع، بيشتري العنب عشان يصنعوا خمر. فعند الشافعية مش مشكلة، المالك يقول لا حرام. في حديث مشهور، في حديث مشهور يعني من اشترى العنب ليصنعه خمرا فقد تقحم النار، او من باع العنب ليصنع خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. لكن الشافعي يقول لك لا، احتمال يكون مش عارف يعني يجي في مرحلة يتراجع عن هذا. فالمالكي عندهم في موضوع يعني التحذير من الحرام يراعى فيه حتى بواعث القلوب. سد للذرائع، ما دام في باعث غير طيب اذا يبعد عن هذا. لكن في اذا عرضت قضايا في المحاكم وغيرها على المذاهب الاخرى احنا لا نعارضها، بس بشرط تكون متوافقه اتفاق كامل مع تلك المذاهب. زي مثلا موضوع الايه النهارده، بنوك الإسلامية كلها
تأخذ بالمرابحة الآن بالشراء، مع أن فيها شرط فاسد. إيه الشرط الفاسد؟ أنت لما تروح عايز تشتري سيارة من البنك، والبنك عايز يشتريها لك باسمه هو، وبعدين ده يبيعها لك، من حقك أنك أنت ترفض الشراء أخيرا وتتنازل، تقول لا أنا خلاص مش هكمل السرقة. ولكن النظام الآن كل البنوك تلزم الشخص اللي طالب الايه السيارة مقدما. ليه؟ قال لك اخذا برأي المالكية فيه. بس انتوا الحكم جايبينه من مذهب الشافعي، المالكية لا يجوزون هذه المسألة. لا يجوزونها، لكن قال لا الشافعي يجوزونها، بس ناخذ من المالكية حتة الايه ان الوعد ملزم، ما دام واحد يشتري غصب عنه لازم ايه يشتري. تلفيق. بس المالكية ليس كل الوعد عندهم ملزم يا مشايخ. يعني الناس بيأخذوا معلومات كده فخطف، ليس كل الوعد ملزم عند المالكية. متى يكون ملزما؟ إذا كان الموعود التزم بهذا الوعد بإجراء التعاقد مع الغير والتزام مع الغير. انت فلان مثلا متجوز ليه؟ قول والله ما فيش فلوس. لا اتجوز وانا ادفع لك المهر. صاحبنا راح على طول واتفق وعقد على امل مين؟ هذا الوعد انه اصبح صاحبنا ايه؟ ملزم، لان الموعود التزم مقابل ايه؟ ده الحاجة الوحيدة اللي تجعل ايه الوعد ايه ملزم. لكن هم اخذوها عاطل وباطل كده. انا قلت هذا الكلام في مجمع الفقه الاسلامي في جدة مرة، وقلناه في إذاعة في التلفزيون، لكن يعني لا يطاع لقصير الامر. لا يطاع لقصير الايه الامر. طيب، ولا يحلها ذلك التزويج مع الوطئ لمن طلقها البتات. باعتبار الزواج ايه باطل. واذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده بطلقة. ولها بالبناء صداق المثل. فإن تزوجها الأول بهذا النكاح فسخ بغير طلاق باعتبار النكاح باطلا. ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة. يعاقب إذا كان القاضي إيه ملكي. وظاهر كلامه أن قصد المطلق أو الزوجة التحليل بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الزوجة في نيتها أنها تأخذ الليلة مع صاحبنا وتفارقه، وكذلك الزوج زوجها الأولاني ما زوجها للثاني إلا ليه؟ أجل هذا. قال هذا لا يضر، لا نية الزوج الأول لها قيمة ولا نية الزوجة لها إيه. المهمة على مين أو القيمة على مين؟ على نية الزوجة الجديدة. ليه؟ لأنه هو اللي يملك العصمة الآن. في إمكانه زي صاحبنا بتاع سيدنا عمر قل لا مش هطلق. فالشيخ هنا بيذكر بهذا، بيقول
نيتها هي ما لهاش قيمة، ونية الزوج الأول بإيه ما لهاش قيمة. أما القيمة فين؟ في نية الإيه الزوج الثاني اللي هو يحلل هذا. ولا يجوز نكاح المحرم بحج أو عمرة لنفسه، ولا يعقد نكاحا لغيره، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا إيه ولا ينكح. لا ينكح يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج ابنته ولا أمته ولا أخته لأحد، هو نفسه ما يتزوجش ولا يكون ولي على إيه على وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإن فسخ بعده فلها الصداق. ودي قاعدة عامة لأن كل مدخول بها لها الصداق. ومنتهى الفسخ في الحج الإفاضة، في العمرة السعي. يعني متى يكون نكاح المحرم ممنوع؟ يبتدي من أول ما أحرم لغاية إيه؟ لغاية طواف الإفاضة. لغاية إيه؟ طيب، وفي العمرة إلى انتهاء الإيه؟ السعي. يعني إذا حدث شيء قبل الحلق مثلا ما فيش مشكلة فيه. ولا يجوز نكاح المريض والمريضة مرضا مخوفا، وهو الذي يحجر فيه عن ماله اتفاقا، إن أشرف على الموت وعلى المشهور إن لم يشرف. كلمة دايما المرض المخوف يا مشايخ، المرض الذي كثر منه الموت. المرض الايه كثر منه الايه الموت، يعني اذا كان في مرض معلوم ان هذا المرض من يعني وقع فيه نجاة منه نادرة، قد ينجو منه واحد مثلا، لكن الغالب على ان نهاية الموت. قد يستمر سنة، قد يستمر سنتين، قد يستمر 4 سنين وهو مريض به. نعم، يعني في أمراض تستمر السنين صاحبها مبتلى بها ويستمر. برضه يعتبر مرض مخوف. ولذلك المرأة إذا طلقه في هذه الحالة لها أن ترثه، حتى ولو تزوجت واحد واثنين وثلاثة وطلقت منه. حتى لو تزوجت أكثر من واحد وطلقت منهم لسه قاعد حقها في مين؟ إرثها منين؟ من الأول. نعم. طيب، وإذا قلنا وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز. نكاح المريض إيه؟ إذا حب يتزوج لا يجوز، لأنه هيدخل إيه؟ وارث جديد على الورثة. ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك أحد المشهورين، والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة ولا يجوز مع عدمه. يعني هما في خلاف، إذا كان ممكن يستمر بدون زواج خلاص ممنوع، لا ده احنا مش لاقيين له حد لا يأكله ولا يشربه ولا يغسله ولا يوضيه ولا 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 ولا، إذا محتاجين له إيه؟ واحدة. قالوا ما الحكم إذا كان في حاجة ماسة إلى إيه؟ إلى زوجة. في رأيين، رأي المشهور الرأي الأرجح أنه يباح له أن إيه؟ أن يتزوج ما دام في حاجة إلى إيه؟ إلى زوجة تخدمه. طيب، وإذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه يفسخ ظاهره قبل البناء وبعده، عثر عليه قبل الصحة أو بعدها،
وشهر في المختصر أنه إذا عسر عليه بعد الصحة لا يفسخ. بمعنى إيه؟ يعني هو مريض مرض مخوف، ولكن المولى تبارك وتعالى نفخ في روحه وصح من هذا المرض، مرض المخوف ده. فإحنا عثرنا على أنه كان طلق امرأته في حال المرض قبل أن تأتيه الصحة، ما الحكم؟ هل برضو يفسخ النكاح؟ قصدي كان تزوج بعد الصحة، تزوج في حال مرض ثم صحة. أيوة تزوج في حال مرض ثم صحة، فهل يفسخ النكاح برضو حتى لو كان صح؟ الحتة دي محل خلاف داخل المذهب. وشهر في المختصر أنه إذا عسر عليه بعد الصحة لا يفسخ. وظاهره ما هو إيه العلة في فسخ مشايخ؟ عدم دخول وارث. بعد الصحة الأمل ده أمام الورثة خلاص انتهى. وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أما مسلمة أو كتابية، أجازه الورثة أم لا؟ وهل الفسخ بطلاق أو بغير طلاق؟ قولان: فإن لم يبن بها فلا شيء لها، هذا معروف برضه. وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدا، يعني هو تزوج ومات من هذا المرض، ماذا نعمل فيما أصدقها به من صداق؟ قال: والله الشارع أعطاه ثلث أن يتبرع بإيه؟ ثلث ماله. إذن يحسب الإيه؟ الصداق منين؟ من الثلث. بس ويبدى به. إيه يبدى؟ يعني لو كان مثلا من هذا الثلث قال للمسجد الفلاني كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، لا، نبدأ بإيه؟ بالصداق. أيوه، يبدأ به. يقول: صداقا مثل على قول ابن القاسم. قال ابن ناجي: يظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى، وإن كان أكثر من صداق المثل وهو قول عبد الملك. قلت: والذي في المختصر أن المريض له بالدخول المسمى، وأن المريض عليه الأقل من المسمى وصداق ومن صداق الإيه؟ المثل. يعني خلاف كلمة الشيخ لما قال لها الصداق، كلمة الصداق دي معناها ايه؟ معناها المسمى. ما كلمة للعهد معناها الذي سمي. طيب ليه المريض قالوا عليه الاقل من المسمى وصداق المثل؟ رفقا بمين؟ رفقا بالورث. ولا ميراث لها، اي لمن تزوجها في المرض، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ادخال وارث واخراجه. حتى لو تزوجها لحاجة. أيوة، والله الحتة دي برضو مهمة، الحتة دي مهمة. حتى لو كانت تزوجها لحاجة حاجتها. مش عارف الشيخ لم يشر إليه هنا، على حال يعني برضو دي قضية. ما دام أبيح له أن يتزوج للحاجة على أحد القولين،
المفروض يثبت لها الإرث. نعم نعم، لأنه هو علل الكلام بإيه؟ وليعامل بنقيض مقصوده. هو مقصوده لم يكن إضرار بالورثة، مقصود لم ليس مراده إيه؟ الإضرار بالورثة، فهو في هذه الحالة معذور، وهي ذنبها إيه؟ وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك الطلاق بلا خلاف، لأنه عاقل مكلف. وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك. القضية دي بدأت في إيه؟ في عهد سيدنا عثمان، موضوع طلاق المريض يا مشايخ. نعم. بدأت في عهد سيدنا عثمان، لأن سيدنا عبد الرحمن بن عوف المرأة الكلبية كان له ابن صار إماما أحد الفقهاء السبعة فيما بعد، أبو سلمة، طلبت منه طلاق وهو مريض، امتنع، طلبت منه الطلاق امتنع، ألحت عليه، ألحت في إيه؟ فطلقها مع غيره، مع غيره وأولاد من الآخر أخريات. فلما مات سيدنا عثمان ورثها منه، يعني كنا هي اللي طلبت الطلاق ومع ذلك ايه؟ لان الحديث يعني ممنوع دخول وارث واخراجه في حال الايه؟ في حال المرض. ودي يعني انت قد تجدها برضه عند بعض الناس، بعض الناس اللي هم ليس لهم وارث من صلبهم، يعز عليه ان ما له يذهب الى مين؟ الى اخواته ابناء العم جماعته. فبيحاول يبحث عن طرق يوزع فيها الايه؟ هذا المال. ومن هذه الطرق الزواج. فمنع من ايه؟ في حالة المرض المخوف من ادخال وارث او اخراج ايه؟ وارث. وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك، مات قبل الدخول أو بعده، كان الطلاق بائنا أو رجعيا، ولا يرثها هو إن كان الطلاق إيه؟ ثلاثا، ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة. مفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا إيه؟ فلا ترثه. يعني المرض المخوف ده هو صح منه، كان طلقها ثم مرض مرضا اخر ومات منه، هل ترثه؟ لا. ومفهوم الشرط انه اذا صح من مرضه ومرض مرضا اخر فلا ترثه، لانه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ايه؟ الميراث، سبب ميراثه. ومن طلق من المسلمين الأحرار امرأته حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، مدخولا بها أو غير مدخول بها، ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، للآية. والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطأ. طبعا ده قلت لكم يا شيخ قبل هذا على أن النكاح إذا أطلق يراد به الإيه؟ العقد. فإذا أريد به العقد بينبه عليه زي ما نبه هنا أهو. دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة، لا حتى تزوق عسيلته ويزوق إيه؟ عسيلتك، بعد ما طلقها زوجها ثلاثا زوجها رفاعة، لا رفاعة هو لزوجها الأول، فلما تزوجها الزوج الثاني
ما عجبهاش فراحت شكت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما معه إلا مثل هدبة السوب، أنا أعمل إيه بيدي؟ ها؟ كانت لابسة ثوب لهنداب، كانت ما معه إلا مثل إلا مثل هدبة السوب. فالنبي عليه قال لا، تريدين أن ترجع إلى رفاع؟ تريدين أن ترجع إلى رفاع؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق إيه؟ عسيلته. نعم. ودي الحتة دي، شوف العسيلة يا مشايخ كانت ضرورية 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 في هذا المقام، لأن كلمة عقد النكاح تجري على الزواج، على العقد، مجرد العقد. فكان لولا هذه الكلمة كان الناس كلهم يجرون على إيه؟ مجرد العقد. سبحان الله العظيم. واحترز بذلك من وطئ السيد أمته التي أبت زوجها طلاقه، يعني العبد أو السيد المتزوج أو الحر متزوج من أمة طلقها ثلاثا، فبعد ما طلقها ثلاثا سيدها نام معها. هل نوم سيدها معها دي يحلها لزوجها الذي أبتها ثلاثا؟ لا، لا يحلها له، لازم يكون يعني ليست له ملكية عليه. ويشترط في الزوج الذي يتزوج في التحليل أن يكون إيه؟ أيوة، مسلما بالغا ولو خصيا، بس يكون إيه؟ قائم الذكر، مقطوع الخصيتين. تزوجها تزوجا لازما احترازا من نكاح الخيار كنكاح العبد بغير إذن سيده، وأن يولج حشفته أو مثلها من المقطوعة في قبلها احترازا من الإيلاد بغير إيه؟ بغير انتشار، فإنه لا عسيلة معه. وأن يكون إيلاجا مباحا احترازا من الوطء في الحيض أو العدة أو وطء المحل من غير تناكر فيه. وأن تعلم الخلوة أن تعلم الخلوة المعتادة بينهما، يعني الناس يقولوا فعلا كان دخلوا مع بعض وقفل على بعضهم الحجر. وأن تكون عالمة بالوطئ احترازا من المغمى عليها والمجنونة. كل دي شروط في ايه؟ في الشخص المحلل. ها؟ في الشخص الايه؟ المحلل. لابد أن تجتمع في هذه الشروط كلها. ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة الإرسال، من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وقيد. واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، ده الطلاق. وله أربعة أركان، طلاق في أربعة أركان: الزوج والزوجة والقصد. يعني لما يقول أنت طالق لازم يكون عنده قصد في الإيه؟ أيوة. فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق. وكذا من أكره على الطلاق على ظاهر الروايات بعضهم، إلا أن كان يمكنه التورية وترك التورية، يعني كان في إمكانه أن يوري لكنه ترك التورية وقال أنت إيه؟ طالق، فإنه يطلق عليه، مع العلم والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه. مع العلم والاعتراف يعني أنه عالم بأنه طلق إيه؟
امرأته ومعترف بهذا وأنه لم يكن يعني في حاجة تشغله. نعم ايوه نعم نحن قصد اللسان قصد اللسان الانسان احيانا بينطق كلمات لا يقصدها اهم حاجه يكون هو عنده نيه الايه الطلاق يعني يبقى اتفق اللفظ مع الايه مع اللسان. لان القضاء له الظاهر له الظاهر. طيب وظاهر المختصر كاللخمة أنه تقييد بمعنى إيه يعني لازم يكون عنده علم ودراية بأن هذه فلانة وأنه أوقع عليها الإيه الطلاق. وظاهر المختصر لأنه وكذا الأعدمي إذا لقن لفظ الإيه الطلاق وهو لا يفقهه لم يقع عليه طلاق. الآن يعني فيه في دار الإفتاء طلع في موضوع خطير وهو إيه أنت عارف المصريين عندهم القاف تنطق همزة قل لي وقلت لك وقال فلان وقالت فلانة ودي مش عارفين يعني جات لأهل القاهرة منين لا الجماعة الوجه البحري ينطقها هكذا ولا الوجه القبلي القاهرة بس. فإحنا أحيانا بتحمل القضية دي اللي مين الجماعة بتوع السوريين واللبنانيين زمان كان لهم اندفاع للقاهرة وهم اللي بدأوا حكاية التمثيل وبدأوا حكاية المسرح ودرج أبيض ومش عارف مين ومين ومين فاحنا بقول ان هؤلاء هم السبب في ادخال الهمزة دي فاحنا عشان نيجي من الصعيد عشان الناس يفهموك هنا اهو تاخد وقت عشان تدرب لسانك على الحمزه والا ما اتكلم قال فلان وقالت فلان مش حتى فيهم. المهم فايه اللي طلعوا فيها الان قال في بحث من قال لزوجتي انت طالق فلا يقع طلاقه أنت طالق فلا يقع إيه معناه 14 مليون في القاهرة دول إيه لن يقع لن يقع منهم إيه طلاق أبدا ليه لأن هو كل القاهرة بتنطق القاف إيه فأنا قريت البحث ليس فيه هذا المعنى. البحث اللي كتبه الشيخ علي جمعة جايبه من كلام فقهاء القدامى فيه كانت زمان يعني بعض الفئات تنطق الطاء تاء فلما مثلا تقول انت بدل ما تقول طالق تقول ايه تالق فبعض الفقهاء في ذلك العصر القديم موجود في الكتب القديمة إذا قال ذلك يسأل هل أنت تقصد بهذا الطلاق أو لا تقصد يسأل عن نيته ده البحث هو ده ملخص البحث. فقام إيه قام مطبقينه على كلمة الإيه عن القاف اللي في آخر الإيه الكلمة
طيب حتى لو احنا يعني عملنا نفسنا ما احناش فاهمين، يا ترى الا يعتبر هذا نوع من الكناية؟ نعم اعتبره نوع من الكناية. الرجل اللي قال لمراته انت طالق، نقول له انت تقصد الطلاق ولا ما تقصدش؟ المشكلة هنا مولانا ضعف الإيمان عند الناس. يقول لك والله الشيخ ما كنت شدد أمي وعيالي وبيتي وأولادي، أنا إزاي أطلقها؟ بس أنا كنت عاوز أهدد، ده مجرد تهديد، مجرد تهديد، ما قصدت الطلاق. حملا على الرأي المفتوي يعني قضية كبيرة جدا، إنه عملت لخبطة، عملت لخبطة كبيرة. لخبطة كبيرة. نعم. نعم. لا يا شيخ مصدق، هو ابن الطلاق الصريح لا لا يسأل صاحبه عن نيته. طلاق الصريح لا يسأل صاحبه عن ايه؟ عني ماذا قصد؟ لأن كونك انت تسيب كل الايمان وتروح للطلاق بالذات معنى انك انت يعني واضح انك انت تقصد. اما كنت تقول لا ما كنتش اقصد، هذا هروب، هذا هروب وضعف ايمان. بعض النساء اللي وقع عليه هذا يعني لا ترضى، يقول له يقول كذا لكن انا مش مقتنع به. ايوه احنا بنقول صريح ابني، بنقول صريح، لكن ادخال يعني هذه البلبلة على الناس نتيجته ايه؟ طيب نتيجته ان كثير من الناس يعيشون مع زوجاتهم في الحرم. يا ابني شوف، كل ما تنزل إلى الناس الناس ينزلون إلى أسفل، كل ما تنزل إليهم هم يتسفلون، كل ما تنزل إليهم. ليس المقصود من الشارع أنه ينزل إلى الدرك بتاع الناس الذين ينزلون، لا يا ابني، لا، المفروض أن الشارع يرفع الناس من هذا الدرك إلى أعلى. هذه عادة الإنسان، كل ما يسرت له أمرا يقوم راح لحاجة تانية وراها وراها، عاوز مش هتنتهي. يا مولانا بيقولوا الجزيرة عملت تقرير في مصر بيقول كل 5 دقيقة في تلف. كل 5 دقيقة. نعم. في الإحصائية بتاعت السنة اللي فاتت مش عارف اللي قدامها، 180,000 حالة طلاق في مصر. 180,000 حالة طلاق. نعم. ويفتوا بها الآن. أسف. الناس القاهرة يطلقوا كيف؟ صحيح صحيح. يطلقوا كيف؟ علم لغة الصعيد. لما تحب تطلق لازم تنطق الكاف ولا تنطقها بالقاف ولا للأسف للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا الأعجمي إذا لقن لفظ الإيه الطلاق وهو لا يفقهه لم يقع عليه إيه طلاق. والرابع الركن الرابع الصيغة، وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية. أهو واضحة. ولا يحتاج لإيه؟ إلى نية. وإلى كناية، وهي قسمان، ظاهرة وستأتي ومحتملة، نحو اذهبي انصرفي فتقبل دعواه في نيته وعدده. يعني قال لها اذهبي وهو يقصد الطلاق، خلاص
مصارفي ويقصد به الطلاق خلاص، تقصد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. لكن كنات الظاهرة حيتكلم عنها الشيخ زي حبلك على غاربك ومثالها، حيتكلم عنها في مرة. وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه على قسمين، بدعي وسني. بدعي وإيه؟ فالأول قوله وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، أي محدثة، لما في النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ معناها طلاق لا يكون إلا بكلمة إيه؟ واحدة، لأنك أنت المولى تبارك وتعالى أعطاك فرصة طلق الآن، وإذا احتجتها رجح، ثم ليك عليها طلقتين تاني، وهكذا. لكن من الأول أنت طالق ثلاثا، خلاص ما أنا خلصت، قد تندم، قد تندم، قد تندم. لكن الجماعة الآن وفروا علينا كل هذا الجهد وهذا الألم، وقال واحد حتى لو قال أنت طلق ثلاثا يعتبر واحد، حتى لو قال ثلاثة أنت إيه يحسبوها إيه واحد. قول للجان الفتوى الآن بتعتبر كلمة إيه ثلاث في طلقة إيه واحدة. نعم أيوة، كذلك في الحيض أخذا بحديث طاووس بن كيسان عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله طلقة، فقال سيدنا عمر للناس قد استعجلوا في أبن كانت لهم في أناه فلو أمضينا أمضى. سيدنا أحمد الإمام أحمد بن حنبل حين عرض عليه هذا الحديث قال والله ده أمر عجيب، أنا أقدر أرد عليه بكثير من كلام ابن عباس أنه كان يقول الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا. مثل جاءه رجل يا ابن عباس إن أبي مش عارف ولا عمي طلق زوجته 100 مرة، قال لبانت منه بالثلاث وال97 استهزام بكتاب الله. لكن أهو الآن متشبثين بإيه؟ بهذا الحديث، فأن الطلاق الثلاث كان إيه؟ كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا باب الكتاب يعني من ضمن بعض الأشياء الطلاق، مثلا الطلاق بنسمع يسخر الرجل كانت نية ولا ما نية، في النهاية يقول له كفر اليمين، يعني طلاق إزاي حملوه على الأيمان؟ لا إزاي يعني؟ يعني واحد يقول هو طلق امرأته بعد ذلك يسأل، لا لا المفروض يعني وبعد ذلك يقول له يعني لا 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 هذا يعني هذا غلط، هذا غلط. ما دام قال أنا طلقت بلفظ الطلاق يا مولانا، هو يقصد إن مثلا إن ذهبت إلى بيت أهلك مثلا أنت طالق، هنا يسأل عني قال لي لا 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 لا. أيضا أيضا هذا هو رأي المذاهب الأربعة أنه طلاق واقع إذا حصل الـ لكن هو يعني قال فلان، هذه يعني آراء خارج المذاهب الأربعة، يعني بعض الفقهاء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة قالوا بها، فكونك أنت تترك رأي جمهور الفقهاء ملايين مالين الفقهاء ثم تأخذ برأي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وتحكم بما على مجتمع كامل، هذه قضية كبيرة دي. أه؟
هو الشيخ الأزهر الشيخ محمد سيد الطلاوي هذا من الأزهر عشان المصلحة برضه. أي يعني النهارده شال دراسة المذاهب برضه إيه من باب التيسير على الناس من باب المصلحة. خلى السنوات الخمسة اللي إحنا كنا يعني تخرجنا فيها خلهم أربعة ثم أو هو خلى الأربعة ثلاثة. هدم الأصغر يا ابني، هذا هدم، هذا هدم. ليه؟ لأن أنت عشان تجيب الطالب كان يدرس مواد الأزهر بس خمس سنوات، كان يدرس خمس سنين مواد الأزهر بس، تقوم أنت تحمله مواد الثانوية العامة مع مواد الأزهر وتقول كفاك ثلاث سنين، كيف هذا؟ ها؟ مواد الثانوية العامة كلها مواد الأزهر في كام؟ في ثلاث سنين. اعمل مقارنة وشوف أنت. ولذلك طالب يخرج لا شيء عنده، لأنه هو من سعيد ما يدخل لجان الامتحانات غشش بعضهم بعضا، أو قد يأتي الأستاذ يغششهم، واللي بعضهم حتى لا يعرف يغش يكتبوا على السبورة عشان يعرف ينقل. فهدم الأزهر انتهى يعني به. نعم يبقى يوميا وبياخد فتره الطالب حتى ما يستطيعش ان هو يراجع الفتره. لا يا ابني يراجع فين هو؟ وتنسى يراجع ليه؟ او تكتب له اللي جالس. نعم يجلس. نعم يجلس. عليه احنا عندنا بعض الطلبه في شرطنا اراد العلم، لكن عندما وجدوا ان الرشيد يمين مش فقط غير يرضى مش فاهم حاجه. نعم هذا عرضي ثاني في العلم مع الدرس في الاصل. هذه يعني بلاء. احنا الان نعيش في الوان من البلاء، الوان من البلاء. لا ندري متى المولى تبارك وتعالى يمن على هذه البلاد ويرفع هذا البلاء، لا ندري. أولاً إيه؟ يقولون أن كتب شيخ الأزهر يعني من الأربعة يعني هذه العلم يعني يكون عنده جمع في المذاهب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا دول أصحاب مصالح يا ابني، دول أصحاب مصالح. طالب لما يدخل الكلية بيخيروه ثاني. دول أصحاب مصالح. إما واحد في منصب، وإما واحد مثلا يعني ممن يكره المذاهب أصلا. نعم ممن يكره المذاهب أصلا. عندنا فريق كبير يكره وللأسف الفريق ده بدأ ينتشر الآن في 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 في, في, في الغرب، مغاربة يعني بلاد المغرب، الجزائر، فيه مجموعات تسمى مجموعات الناصريين ولا الناصر الألبانيين، المغرب برضو، تونس يعني معروفة من زمان تخلت عن دولة. أيوة والليبيا برضو. ليبيا زاد يا مولانا للأسف. للأسف 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 في ناس بيكرهوا المذاهب، فهذه فرصة كونه هما يجي واحد زي محمد سنطوي يشيل المذاهب. هذه يعني زي ما تقول انت جات على الطبطاب. يبقى اعتبروا المذاهب دي بدعة في الدين، كون يجي واحد يشيل البدعة دي يعني دي عمل يعني حاجة كبيرة للمسلمين، خدم خدمة عظيمة. زي الجماعة الموحدين لما جم وجابوا كتب المذاهب وحرقوها وقال لكل الناس ارجعوا للكتاب والسنة. فاكرين قريت درست تاريخ الموحدين؟ في المغرب، الجزائر وتونس ومراكش وغرب افريقيا والاندلس كمان، كتب المذاهب كانوا يحطوها كده في الشارع ويحرقوها. عاوزين انتوا بعد كتاب الله وسنة رسول الله؟ الناس يستنبطوا الاحكام هذا بلاء يا ابني، هذا بلاء، هذا بلاء.
وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة أي محدثة. ما في النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ ومع ذلك يلزمه الطلاق الثلاث إن وقع في كلمة واحدة على المعروف من المذهب. كده الموضوع. والكلام ده مش في مذهب مالك بس، كل المذاهب، في كل المذاهب ما عدا واحد، ولا هنا واحد ولا واحد يعني. عندنا في مذهب مالك واحد اسمه ابن مغيس باين ولا واما الثاني فهو طلاق السنه، اي الذي اذنت فيه السنه وحكمه انه مباح، وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقه ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العده. طلقها مره وهي في حال الطهر لم يمسها فيه وتستمر الطهر الثاني، نهايه الطهر الثاني او الثالث تدخل في الحيضه الثالثه تكون قد انتهت العده. فهذه أربعة قيود، متى فقد واحد منها لم يكن سنيا. إيه القيود الأربعة من شيخ؟ نطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ثم لا يتبعها طلقة حتى حتى تنقطع. فاحترز بقوله في طهر مما إذا طلقها في حيض، وبلم يقربها فيه مما إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وبطلقة مما إذا طلقها اثنتين أو ثلاثا، وبلا يتبعها مما إذا طلق الرجل قبل مضي، طلق الرجل قبل مضي العدة ثم انتقل يتكلم على على الرجعة. طيب خلينا ناخذ الرجعة. فقال: وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة أو في الثانية في حق الأمة، لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطن. والرجعة تكون بالنية مع القول، راجعتها أو أمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطئ ومقدماته. في رجعته بالنية فقط قولان، يعني إذا كان هو راجع زوجته بالنية قد في مكان ثاني وفي بلد ثانية، ونوى في نفسه بعد أن طلق امرأته أنه راجعها، هل يعتد بهذه الرجعة في النية؟ بيقول الشيخنا قولان، قال ابن رشد: الصحيح ان الرجعة تصح بمجرد النية، وان كان كلام ابن رشد متعقب. ولو انفرد القول دون النية فرجعة ظاهرا لا باطنا، يعني اذا كان انا أنت عايزين رجعتها لكن بقوله لا بس عشان يرضي المجموعة، لكن ليس في نيتي لا فيعتبر قدام الناس هي امرأته، ولكن بينه وبين الله ليست امرأته. طيب، والوطء دون نية الرجعة ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا، وهذه يختلف فيها مين؟ الحنفية. حنفية عندهم الست إذا طلقها زوجها له يعني يطأها لغاية ما تنتهي العدة. طيب نقول لهم افرض حملت خلال
هذا الوطن. حدثت انت امتى؟ بعد البلاد يعني حكم غريب عند الحنفية بحي. فإن كانت المطلقة ممن لم تحد يعني ذوات الحيض ثلاثة أطهار وأما من لم تحد لصغر أو ممن يأست من المحيط من الحيض. ابن ناجي أراد بها من أيس الحيض منها وليس المراد من جاوز سنها 50 أو 60 أو 70 سنة. ما احنا عندنا كلمة ايه يائسة من الحيض، كلمة يائسة احنا نقصد منها مثلا من جاوزت 50 أو 60. الشيخ انا بقول لا، هذا الفهم غلط. قال ايه؟ قال من يائست من الحيض، الحيض ما بيجيش حتى لو كانت بال30 سنة ولكنها لا تحيض. ها؟ واحدة لا يأتيها الحيض او انقطع عنها بسبب مرض ولا غير، هذا يعتبر ايه؟ هذه اليائسة. وعلى ذلك تفسر الآية في القرآن بإيه؟ ولا يئسن من المحيض من نسائكم بإيه؟ المرأة التي انقطع إيه؟ عن الحيض ويئس من عودته إليها حتى لو كانت إيه؟ أيوة حتى لو كانت صغيرة، كما قال في غير هذا الموضع. طلق متى شاء. الست اللي يعني ليست حائضا تطلق متى ايه؟ متى شاء. وكذلك الحامل يطلقها متى شاء، ولو قدم قولي فان كانت على اخره وله الرجل لكان انسب. مولانا الحمل مثلا بعد 3 شهور ولا من سعيد ما يعرف الحمل الى 9 شهور وترجع الحامل ما لم تضع، لك الحق في رجعتها ما لم ايه تضع. فاذا وضعت انتهت عدتها بالايه بالوضع. واما المعتدة بالشهور وهي المستحاضة واليائسة، المستحاضة واليائسة يمكن ترجع ما لم تنقض العدة، وعدة الاولى سنة. المستحاضة عدتها ايه؟ ليه؟ قال 9 شهور للاستبراء، احتمال يكون في بطنها حمل، فإذا انتهت 9 شهور وليس بها حمل يبقى تاخذ ايه عدتها 3 شهور. واما الصغيرة واليائسة فإن عدتها 3 أشهر تستقبلها بالأهلة. طيب، وعندنا وعند الشافعي هي الأطهار. الأقراء في خلاف، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فعند الشافعية والمالكية بيقولوا القروء هي الايه الأطهار، هي الايه طهر ثم حيض ثم طهر، فالمعتبر في العدة هو الطهر وليس الايه الحيض. عند الحنفية الحيض، القرء هو الحيض، القرء هو ايه هو الحيض. فبيقول الشيخ هنا فسره، قال والأقراء هي الايه هي الأطهار. سؤال أوردته الحنفية على المالكي وهو أن الله تعالى يقول 3 قروء وأنتم تقولون تعتد بقرئين وبعض قرء، لأنه قد يطلقها في آخر الطهر. أنت عرفت السؤال الاعتراض؟ نعم. ها؟ نعم. المولى يقول 3 3 قروء يعني 3 قروء كاملة. أنتوا لو واحد طلق امرأته في آخر طهرها اعتبرتوا هذا الطهر
جزء من العدة واعتبرت الواحد بمجرد ما تأخذ الطهر الثاني والثالث. إذن أنتم لا تكملون الإيه الثلاثة، فأنتم مخالفون للقرآن. أنتم مخالفون الإيه، لأن القرآن يقول ثلاثة وأنتم كده هو اثنين وجزء من إيه من الثالث. بس سؤاله أجاب بعضهم عن ذلك بأنه يجوز أن يطلق، يجوز أن يطلق ذلك على قرئين وبعض قرئ. ليه؟ لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات. الحج إيه؟ أشهر، كلمة أشهر أقلها ثلاثة. والمراد بذلك على المشهور شهران وعشرة أيام. وينهى بمعنى ونهي نهي تحريم أن يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض، فإن طلق لازمه لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد إن شاء إيه طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها إيه النساء. قال ابن عمر حسبت علي بتطبيقه، حسبت علي إيه الحتة اللي أخونا بيقول ابن تيمية بيقول يعني الطلاق في الحيض لا يقع، ده القضية بتاعت ابن عمر، وبيقول حسبت عليه ايه تطليق. تنبيه، من ذكرتني الحكاية دي، كنا مناقشة في امريكا مع واحد اسمه حانوتي عراقي. فبيقول الطلاق في الحيض لا يقع، لأنه طلاق بدعي، الطلاق البدعي لا يقع. قلت لكن جمهور العلماء المذاهب الأربعة بيقولوا الطلاق في الحيض يقع. قال لا، هتكون الجمهور احنا في انتخابات. هو احنا في انتخابات ليه جمهور يعني؟ فذكرت الحديث بتاع ابن عمر ده ابتدى يهدأ شوي. تنبيه، مثل الطلاق في الحيض الطلاق في النفاس، واختلف في علة منع الطلاق في الحيض على قولين مشهورين، احدهما انه لتطويل العدة، والاخر انه ايه تعبد، وان لم يراجعها اجبر على الايه على الرجعة، وصفة الجبر ان يمره الحاكم بها، فان ابى هدده بالسجن، فان ابى سجن فعلا، فان ابى هدده بالضرب، ويكون ذلك قريبا بعضهم بعض في مجلس واحد. ازاي هيسجنه ويضربه؟ يهدد بالسجن ويسجن، ويهدد بالضرب ويضرب، وذلك في مجلس واحد. مش عارف يعني. مش عندك العبارة دي؟ كلمة واحد. في مجلس أيوة، في مجلس. في مجلس أيوة، في مجلس. وهذا الجبر إذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا، وهو مقيد أيضا بما
إذا لم تنقض العدة، فإن انقضت فلا رجعة ولا جبر. والتي لم يدخل بها يباح له أن يطلقها متى شاء في طهر أو حيض على المشهور إذا عدت عليها. والواحدة تبينها أغير مدخول بها لأنها لا عدة عليها. والثلاث تحرمها تحريما إلا بعد إيه؟ إلا بعد زوج، لقوله تعالى: فإن طلق فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره. ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة، أي يلزمه طلقة إيه؟ واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا. ظاهر كلامي أنه يقوى قوله بلا يمين، وهي رواية المدنيين عن الإمام مالك. وقال ابن القاسم: لا بد من يمين. وشهره ابن بشير، يعني لما يقول زوجتي أنت طالق يقول: أنت نويت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فإذا قال واحدة خلاص، ابن القاسم يقول: لا، حلفوا يمين أنه نوى واحدة بس. خلينا نوقف على الايه الخلع. نعم يا سيدي. بعد الطلاق المنزل يكون للزوجة والثلاث. المنزل؟ لا، إذا كان معاها أولاد البيت يكون للحضانة، تبقى حاضنة في البيت. لكن إذا لم يكن معها أولاد هتقعد في البيت تعمل إيه؟ تجيب لها واحد تاني في البيت؟ لا يا ابني، لا، هو البيت عشان الحضانة بس، مش عشان المرأة تعشش فيه تتجوز فيه تاني. الراجل شوف بيت داخلة خارج. لا، يعني الكلام ده عشان العيد، عشان الحضانة، عشان الحضانة إذا كان معاها أولاد تحضنهم فين؟ صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.